عيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد، فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد، فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد، فلا الجود يفني المال قبل فنائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. حلقة جديدة من معايش. في هذه الحلقة نتوقف مع موضوع يهم الجميع، العيش الرغيف. في الأيام السابقة شاهد الناس تكدس في بعض المخابز، تحدثت بعض وسائط الإعلام وبالأخص صحف الأمس واليوم عن ندرة في دقيق العيش الرغيف في الخرطوم وفي غير الخرطوم. هذا هو موضوع هذه الأمسية من معايش. في ضيافتنا الأستاذ عادل ميرغني علي، الأمين العام لاتحاد المخابز. مرحبا به ومرحبا بكم. السلام عليكم. مرحبا بك أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي عبرك، حي أخواننا في الإعلام عموما، حي شعب ولاية الخرطوم كل السودان إن شاء الله. بس بارك الله فيك. موضوع العيش الرغيف موضوع مهم بهم الناس جميعا، وليس صدفة اليوم في صحيفة إيلاف كتب الدكتور خالد التجاني النور سطور استأذننا وإنه نفتتح بها حلقة من معايش. يتحدث عن انقضت نحو 7 أشهر منذ أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في منتصف أغسطس الماضي عن سياسة حكومية جديدة بشأن استيراد القمح والدقيق وفق رهانات محددة، وهي فترة كافية لتقييم مردود تلك الإجراءات وتقييم مردودها ومدى نجاعتها في معالجة توفير هذه السلعة الاستراتيجية على نحو يحقق معايير الكفاءة في إدارة الشأن الاقتصادي للدولة، وبما يلبي الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. ليس سرا الخبز الذي يمثل عماد قوت غالب المواطنين على نحو لا غنى عنه ليس مجرد سلعة كشأن غيرها من تلك التي تتمتع بالمرونة في خضوعها لمعادلات العرض والطلب، بل لها منطقها الخاص. ولذلك فالخبز ليس مجرد سلعة استهلاكية لسد الرمق فحسب، بل هو سلعة سياسية بامتياز. نكتفي بهذه السطور من أستاذنا الدكتور خالد التجاني وعادل ميرغني. الحاصل شنو في العيش؟ البداية من عندك. نعم، أنا ببدأ من حديث الأستاذ يعني أو المحلل الاقتصادي. أفتكر أنه صحيح أن عملت سياسات جديدة. نعم. لسياسة القمح والدقيق. أنا ما بقول لك كانت سياسة ناجحة بامتياز يعني الحمد لله. والسيد وزير المالية كان جريء جدا في قرارات مصيرية لهذه السلعة. من أهم قراراته هي طبعا رفع قيمة الشراء القمح، كان مدعوم ب 2.9 ل 6 جنيهات لطن القمح والدقيق. وافتكر دي غفزه كانت كبيره جدا، وكان عندها مبررات منطقيه، وذكرها السيد الوزير في عده محافل بانخفاض الدقيق والقمح عالميا. بعد قال المطاحن تعالوا اقعد نخفض اسعار القمح عشان نكون مواكبين او نرفع قيمه الجنيه السوداني مقابل الدولار. نعم. وفعلا حقيقة حقق الكلام ده، كان يوم 30/3/2015 بدأت السياسات الجديدة. نعم. من أول السياسات قام استورد كميات من الدقيق المستورد، وأدى جزء كبير جدا من المطاحن أنه هو نفس السعر اللي استورده الدقيق المستورد، وهو نفس السعر اللي خلى المطاحن يشتروه. ارتفاع الدولار من 2.9 إلى 6 جنيهات. وافتكر دي رفع الدعم بنسبة كبيرة جدا، والبلد كانت تقريبا السودان كان والخزنين العامة كانت تدفع قرابة $1,000,000 لدعم للقمح. $1,000,000 في فترة كم زمنية؟ يعني في السنة. في السنة. أيوة. نعم. وافتكر كونه يخفز من بنسبة أكثر من 300%، افتكر ده نجاح كبير جدا. طيب، سياسة فك الاحتكار لسلعتي القمح والدقيق احنا توقفنا عندها وحنجيها مرة تانية، لكن الآن المشاهد في شوارع الخرطوم وزي ما ذكرت بعض الوسائط الإعلامية وعلى خص الصحف تحدثت عن ندرة في دقيق الرغيف.
هل في ندرة الآن؟ أنا ما صحيح في ندرة في الدقيق، لكن ما في ندرة في الرغيف. الرغيف الحمد لله بالصورة الحالية دي أنا ما أفتكر ما وصلنا لدرجة الندرة، لكن بقول إنه صحيح إنه في بعض المناطق وفي بعض الأطراف إنه ما كان العمل الطبيعي زمان. طيب يعني زمان حصة المخابز كنا لحد شهر 6 15 شوال لحد 30 شوال للمخبز. الآن نزلت هذه الحصة بصورة كبيرة جدا، ده أدى لنتيجة إنه الآن الحصص من 7 إلى 10 شوالات في اليوم. أفتكرها متوسط ضعيف جدا للإنتاجية، وده حيأثر على أسعار الدقيق وحيأثر على أسعار الرقيف يعني. معلش ليه نقصت من 15 إلى في حدود 30؟ أي نقصت لأن أصلا إحنا المفروض شهر 12 يخش علينا 200 ألف طن دقيق مستورد حسب العطاء الأخير. نعم. فالعطاء الأخير ما تحقق فأصبحت فيه إشكالية في وقته لظروف مختلفة. كل الناس بيفتكر كل ذول بيدافع عن قضيته، ليه تأخر الحكاية؟ لكن هو تأخر تأخر العطاء، وده أثر علينا في الشهرين الفاتين. نعم. يعني فقدنا أكثر من 200 ألف طن دقيق خلال الفترة الفاتت، مما أدى إلى أن الدقيق المتعاقدين عليه نقص بنسبة كبيرة جدا. اللي هي دي خروج سيجا. دي خروج سيجا، سيجا كانت لها دور كبير جدا في الـ في الـ في الإنتاج. سيجا كانت تمثل تقريبا 60% على مستوى السودان من إنتاج الدقيق. لكن ما بقول لك إنه بعض المطاحن عوضت بنسب كبيرة جدا، اشتغلت دخل زيادة، خاصة مطاحن سين ومطاحن ويتا. نعم. ديل الاثنين برضه زادوا طاقتهم، لكن برضه ويتا حصل فيها إشكالية، حصل فيها حرق، انحرق لهم خط كبير جدا، برضه أثر على إنتاج ويتا. هسه الآن كل الإنتاجية المنتجة من مطاحن سين. يعني سين الآن شغالة بنسبة 100% يعني من إنتاج اليوم المخصص لنا. طيب في كلام على إنه الجهات حكومة إنه يتم ردم الفجوة دي اللي حكاية بتاعت 200 ألف طن، عندكم أي معلومة في هذا الخصوص؟ والله أنا ما شايف القضية، ما قضية إسامة داود مع وزير المالية. القضية دي سياسة الدولة يعني، وزير المالية طرح سياسات وافتكر الناس كلها داري يمشي معه في خط السياسات التمت يعني. انا ما داري احلل الحكايه بين شخصين، هي انما هي سياسات. والان عندنا مطاحن كثيره جدا دخلت الانتاج. يعني زمان اصلا كان الانتاج 3 مطاحن، انا الان عندي 30 مطحن 24 يعني. لكن لو وفروا لي القمح كانت حتكون بصوره كبيره جدا، حتكون لو وفروا لي القمح. طيب ده ما بيدخلنا برضه في سياسه أيوة وزير المالية. العطاء القمح ما كان عطاء برضه، العطاء تم في القمح لانه القمح عطاءه كان ب 247 دولار، كان اقل من الانتاج من العطاء العالمي. لانه كان العطاءات فيها منافسه افتكر ما منافسه اقتصاديه اكثر من منافسه انه كل ذول داري بعيد الثاني. فحتى دي خلقت برضه القمح، لانه الان ب 1610 لما اجي اطحن واقول له بتاع المطحن كان واحد من الاشكاليات، عشان كده بقى 135 جنيه. هسه بقى 135 جنيه اللي تم التعديل فيه لكل المطاحن وكل الدقيق المستورد من 126 ل 135 عشان تبقى التكلفه بتاعت الرغيف كل واحد يعني. طيب الجوال الان بتاع السعر الدقيق المستورد بقى 135، دي حتاثر طوال المواطن هسه باله في هتجيب له كم رغيفه، وحتاثر في سعر العيش ولا ما حتاثر؟ والله بتاثر اذا ما قلت لك بتاثر، لكن برضه الناس حتى في معالجات الناس بيعملوا فيها يعني. زي شنو مثلا؟ يعني هسه يعني المعالجات الناس لحد الان مع الوزارة مع الولاية إنه الناس مستغربين لحد الآن 3 بألف، لكن الناس بدأت ترقص الأوزان شوية. دي بعض المعالجات تمت يعني. يعني لو كان كنت بعمل 65 جرام 70 جرام الآن بقيت أعمل 55 جرام عشان نقدر يغطي 10 جنيه تمت إضافتها، وهي ما تمت إضافتها الآن يعني. 10 جنيه يعني على مستوى المطاحن أكثر من شهرين لها يعني، لكنها بقت واقعة. لكن إحنا محتاجين الآن نعيد ترتيبات ونعيد تكلفة الخبز يعني. وان طيب. شاء الله في العام الجاي عندنا نعيد الاسعار واوزان الخبز. طيب اذا تكلمنا عن الاسعار والاوزان الان يعني الان المتفق عليه هو الان المتفق عليه الناس مستمرين فيه يعني، ما في اشكاليات فيه لحد الان، احنا مستمرين فيه. لكن بعض المخابز شغاله بالخساره في الوضع الراهن، لكن احنا ان شاء الله في العام الجاي مع وزاره الماليه ومع اداره التموين بوزاره الماليه والقطاع الاقتصادي عندنا لجنه ان شاء الله بنرتب فيها نعمل دراسه للدقيق للوضع الجديد التم في زياده في الدقيق يعني. طيب احنا عندنا 30 مطحن قلت في 26
الان ان شاء الله مع القمح السوداني الداخل يبقى صار مارزه ان شاء الله كل الحصص. والان حسب علمي الان تم توزيع امبارح لكميه كبيره من المطاحن بنسبه 15000 طن تم توزيعها بالامس، ودي مبشر كبير جدا انه ان شاء الله مطاحننا كلها في الايام الجايه تعمل باذن الله. استاذ عادل، احنا هنتيح فرصه عبر الهاتف لاخواننا اللي بيتابعوا برنامج معايش، وهنسمع منهم مشاكل معينه ومحدده فيما يخص الرغيف، رغيف الخبز في مختلف المناطق. الهاتف للمشاركة والاستفسارات والأسئلة والمداخلات هو 0183 43 46 88 و0183 40 77 77 و0183 43 87 99، ورقم الرسائل القصيرة الاس ام اس المخصص لبرنامج معايش 0967 517 5. مرحبا بكم وبمشاركاتكم عبر الهاتف ومركز الرسائل القصيرة. بنزعل من تعديل حيكون في سعر الخبز والوزن، لسه قبل ما نصل التعديل وقبل ما يجاز الناس بيتكلموا على الآن الخبز الموجود ده بالذات مع الدقيق المستورد فيه مشكلة في جودته، يعني سمعنا كلام انه الدقيق المستورد ده في مشكله مع الخميره بتاعتنا في السودان والخميره المستورده عشان يجوا يعجنوه، الا يعجنوه بعض اصحاب المخابز قالوا في درجه بروده عاليه ويحتاجوا لهم مويه تلج يعني او مويه بارده، ففي كلام زي ده عندكم يا استاذ؟ والله انا ما بقول كده، لكن احنا طيله السنين اللي فاتت من 2008 كنا بنستهلك القمح الكندي والاسترالي وده قمح عالي الجوده، وده كان غالي غالي السعر ذاته عالميا يعني وافضل اقماح العالم، وما في بلد نايه ولا بلد يعني في الثالثه بتستعمل هذا القمح، حتى كندا ذاته بيخلطوا بالقمح الامريكي. نحن كنا بنشتغل بنوعين من القمح كندي واسترالي. الان سياسه وزاره الماليه الاخيره اتجهنا انه نشتري القمح الاقماح النوعيه ثاني. قمح صح هو القمح الروسي وال يعني والقمح التركي، والتركي ما فيه قماح، هو كله بيجي من روسيا والدنايا بينطحن في تركيا وبيجي السودان، لكن ده قماح اصلا ما قضيه دقيق مستورد. حتى المطاحن ذات الدقيقه ما مستوى الدقيق اللي كان قبل سنتين يعني، لانه نوعيه القمح هي اللي غيرت التركيبه. ونحن برضه مطاحننا في السنين اللي فاتت برضه ما كان مطحن القمح السوداني. كانت القمح السوداني ما بنطحن في مطاحننا، لكن هسه دخل في الانتاج حقنا ودخل في مطاحننا، عشان كده انت بتشعر بانه الرغيف ما بالمستوى السابق، صحيح ما بالمستوى السابق لانه نوعيه القمح ما قضيه ما في خمير وكده، وده كلام كله بيعملوه الناس لمعالجات ورجال الحكايه تتحسن لافضل يعني. طيب اذا رجعنا لموضوع القمح ذاته، القمح المستورد ده ايا كان نوعه اذا احنا عملناه في مطاحننا ناسنا لانه عارفين انه الدقيق المحتاجين له احنا، صحيح. مش احسن من نجيبه دقيق جاهز؟ ما كل واحد انت ما اشتريت قمح ودقيق، الاثنين جات من تركيا. لا معلش انا يعني عشان تفهمني كويس، مطاحننا لو ما تشتغلوا هنا مش احسن من نجيبوا دقيق؟ افضل. طيب ليه ما قلنا الكلام ده انتوا يعني كاتحاد مخابز، ليه ما قلتوا الكلام ده في بدايه سياسات وزير الماليه اللي هي الان تقريبا سنه يعني تحددت فيه؟ شنو؟ انه بدل ما يفتح فك الاحتكار للدقيق والقمح احنا فك الاحتكار للقمح. هو ما هو وزير الماليه ولا هنا، هو اعلن سياساته الجديده رفع سعر الدولار من 2.9 هي للمطاحن تشتغل بزيتها، المطاحن رفضت تشتغل الكلام، قام فتح باب استيراد الدقيق. لا ما هم اللي فتحوا استيراد دقيق وقمح، ما له الاثنين، ما صدق قصه القمح موجود اصلا، احنا اصلا بنستورد قمح. اي انا اقصد بنستورد قمح بدل ما نستورد قمح ما نستورد دقيق، ما نستورد بس نصير على ما المطاحن دي قالت ما بتشتغل بالسياسه دي، مطاحن اللي قالت ما بتشتغل بالسياسات. هو فتحوا للثلاثة كان سياجا ويت، ما هو كان زمان حاصل، هو كان زمان محتكر لكل الثلاثة ديل. نعم فتح الدقيق كله لكل المطاحن، الآن كل المطاحن كل ما أي زول داير قمح ب 247 دولار يجيب القمح. هذا احنا محتاجين نجيب ناس المطاحن عشان نشوفهم ليه ما دارين يجيبوا، يعني ما بيخارج معاهم ولا رايح ما داير يعني. بخصوص قانون. نعم. لكن هون في بداية شهر 4 اللي فات هم ما اشتغلوا، ما اشتغل الوزير حاجة زي شنو يعني، فتح باب الاستيراد الدقيق. طيب وانت ذاتك لو في محل هتعمل كده. طيب هنتجه لحاجه ثانيه غير الدقيقه، دقيق القمح، في كلام كان عن القمح المخلوط.
ايوه وانه بعض المخابز وبعض الجهات رأت انه لتقليل الصرف على الخبز المخلوط نجيب دقيق قمح ونخلطه بنسب متفاوتة مع حاجات تانية ذرة وغيرها. هل الفكرة دي أول حاجة من ناحية علمية وتجربة ممكنة ولا ما ممكنة؟ ممكنة. الفكرة دي ما قامت اليوم يا ما، الفكرة دي قامت من سنة 94. عمل مركز الأبحاث الأغذية عمل تجارب كثيرة جدا في الذرة، وكانت بنسب مقدرة، يعني وصلنا لدرجة 30% ذرة و70% قمح، وتجارب كانت ناجحة ومشت. لكن سياساتنا قضية سياسية، وانا والله من الناس وكل العالم اي بلد عندها خصوصيه في القوت حقها ثقافه الغذائيه، في ثقافتها الغذائيه. نحن الان واحد من اشكالياتنا انه غيرنا ثقافه الشعب السوداني كله. طيب يعني الان انا بقول لك الليل السوداني الشعب السوداني كله بياكل في اليوم دقيق اكثر من 100,000 شوال دقيق، اكثر من 100,000 شوال دقيق. ده في مختلف ولايات السودان، مختلف ولايات السودان. نعم، ودي نسبة كبيرة جدا، ما في بلد في العالم بصل الحكاية. العالم كله يا عنده عيش شريف يا عنده كده، نحن ليه معتمدين اعتماد كامل على القمح؟ والقمح بلدنا ما ظروف المناخية ما بتنتج لنا الكمية دي. احنا وحتى لو كلفنا، لو احنا في يوم من الايام على زمن 93 نعم كفينا من القمح، 93 ناخذ بعض الاعداد 93 وصلنا لدي. لكن تفضل يا ابو فياض. عليكم. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل نسمعك. الله يصلح حالك يا اخي. نحن في مواطنين بالنسبة للخبز وبالنسبة لأسعار وبالنسبة للوزن الليرو. نعم. أول هو قبل فترة كان وصل للمرحلة دي يبيعوا 2 بنيه. نعم. يا هسة 3 بنيه، لكن القطع صغير وما في رغابة وناشف، العين ذاته ناشف من الصبح للصباح، يا يجيب ريحة يا يبقى زي العجين. نعم. طيب نحن دايرين نعرف نسمع ان شاء الله يا ابو فياض. عندك مشكلتين، يعني عندك مشكله وزن ومشكله وزلت، وهي هي وعدم الرغبه. دايرين نعرف اللي هنا ده حمايه المستهلك في الدامر وين. طيب حماده المستهلك كانوا معانا الحلقه الماضيه، وان شاء الله تاني نجيبهم عشان نسمع منهم يا ابو فياض. شكرا لك، وان شاء الله نسمع. رغم انه اخونا عادل مرغني هو ولاية الخرطوم، لكن نسمع منه برضه فيما يخص بقية الولايات. مرحبا عليكم، سلام. حمدتو تفضل. عليكم السلام. ايوه اتفضلوا زي حالينا من جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. الله طيبين. تفضل يا حمدتو، سامعينك. ايوه السلام عليكم، كيف حالك؟ مرحبا يا حمد. وعليكم السلام، سامعينك، اتفضل. بقول لك يعني انا برى ان يعني كان في معالجات يعني توطين زراعه القمح بالداخل افضل كان من كده. نعم. ايوه كان دي معالجات بس ما جذري، لكن لو سوى المشاريع الزراعيه. نعم. جزاكم الله خير. شكرا لك يا حمدتو من الشماليه، يعني وجهه نظرك واضحه ووصلت بصوره جيده. في مرحبا عليكم السلام. رباب اتفضلي. وعليكم السلام، اتفضلي يا رباب. بحييك وبحيي الضيف. اولا حاجه بيتكلم عن الشعب السوداني اللي بيندد وبيقول احنا جعانين واحنا كده، بعدون بعدين يقول الواحد ما عارف بكره بيحصل له شنو، وبعد بكره بيحصل له شنو. انا سامعه يعني معظم الناس بيقولوا احنا جعانين واحنا كده واحنا هنا. طيب طالما انت جعان اصلا بتعذب، بتقول داير سيجا، داير دقيق استرالي، داير دقيق امريكي، داير كده، انت ما تكتفي بالداخل هنا، تاكل قمح سوداني، تاكل ذره، تاكل دخن، تاكل كده. شكرا جزيلا. يا رباب، ما في زول عبره معايش قال احنا جعانين، يعني وعندنا عيب السوداني يقول انا جعان. هو بنتكلم في الاكل، لكن
على السلطه انها تفي بها. واحنا الان ما قلنا ما في زول عبر معايش ولا احنا هنا جوا السعودية، قلنا احنا جعانين، احنا الحمد لله شبعانين، لكن عايزين نزيد شبع وعايزين يفيض الخير ويمشي حتى الى المحتاجين اللي هم جعانين، لكن ما بقولوا احنا جعانين. شكرا لك يا رباب من الشمالية. شكرا. انا هقرا لك بعض الرسائل برضو يا استاذ عادل عشان نكون يعني عادلين ما بين الاخوه بالهاتف بصوت والناس المركز الرسائل القصيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازمه الدقيق والغاز جعلت اصحاب المخابز يتلاعبون باوزان ان تحدد وتراقب اوزان الخبز ولا تترك لهم الحبل على الغارب، ويتقوا الله في هذا المواطن او في الناس يعني بصوره عامه. برضو احنا والله بنقول لكم اي حاجه الجهات المختصه تتولى هذا الامر. انا بختصر الرسائل يا جماعه عشان ما الزول لما يقعد يقرا الناس بتتضايق. بدينا بابو فياض من جنوب الدامر وانتهينا برباب من الشماليه. لو رديت عليهم سريعا الخص لك كلامهم. ابو فياض بيتكلم عن انه الان عندهم مشكله في الوزن والجوده. حمدتي من الشماليه بيقول الحل او جزء من الحل انه يكون توطين زراعه القمح في السودان. رباب كانت قالت كلام خارج السياق وردينا عليها. والله انا افتكر الكلام ده انا ما ذكرته في بدايته يعني. نعم. يعني افتكر انه التوطين ده الحاجه المهمه جدا والدوله متجهه لها، حتى لانه شجعت انه سعر القمح الليل 400 جنيه للطن. وافتكر ده اتجاه صحيح. ده القمح يعني الناس تزرع القمح وده المفروض يعني يحصل لنا. والله يعني ما هو المدى الطويل شنو يعني السنه الجايه يعني وسنتين ما عندها يعني ما هو زراعه قمح يعني ما دار ما احنا انا افتكر الزراعه ما هي المدى طويل. زراعه ممكن في السنه واحده نعمل زراعه يعني لا لكن ما لحد ما القمح يمرق حيمرق هسه ده في شهر في اخر شهر ثلاثه حتى ما هو اول لكن لحد الوقت داك بالتاكيد يعني في معالجات ثانيه يعني ما هو دي واحده من الحاجات المهمه جدا الناس تتجه لها. بعدين احنا في سنه واحده هل ممكن السودان ده احنا جينا حصل عملت يعني في سنه واحده ما اظن ان نكتفي من عملنا سنه 93 زراعة جنيف نصدرنا القمح يعني ما هي قضيه بتاعت قرارات وتمويل ما دار اكثر من كده يعني مول الزريع وجوا الناس يزرعوا القمح ما عندها ما فيها اشكاليه. اما قضيه 2 و3 بجنيه دي القضيه بتاعت الازعار يعني ودي الازمه اللي حصلنا احنا الان. انت قبل شويه تكلمت انه الازعار الدقيق ذاته عنده كان عنده 4 أو 5 انواع في السوق الان من الازعار. انا ما بقول هذا المخابز والله حقيقه كان لما كانوا العيش 3 جنيه كانت شوارع الدقيق عندهم ب 124 الان يحصل المخبز يعني فهل ده كده في يعني تكلفه يعني التكلفه دي لازم يكون عندها اثنين يا تكون زياده في السعر يا تكون فيها نقص في الوزن يعني. والان ده الحاجه اللي خلق الان لحد الان الناس ما قادره نحدد اوزان معينه ولا ازعار معينه. عشان كده انا بقول لك احنا هسه الان بنعمل في دراسات ان شاء الله في الايام الجايه حتكون نحدد كل زول يعرف حقه يعني. طيب اخونا اللي بيتكلم عن انه ازمه الدقيق والغاز جعلت اصحاب المخابز يتلاعبون باوزان ما اظن الغاز داخل يعني الغاز ما اظن داخل كمشكله كيف كان مشكله كبيره كان ما فيه وما القضيه ما كان ما استثناه لما استثناه كان ما موجود الغاز الغاز كانت في ازمه ما موجود لكن الان الغاز الان الحمد لله توفر الان يعني على المخابز كويس طلع برا ما ده الدعم حق الدوله الماشي في الحكايه دي. طيب لو ما كان دعم الغاز ودعم الدقيق ده كانت تبقى حاجه ثانيه يعني. طيب اذا كان الحكومه اصلا بتدعم الغاز وبتدعم الدقيق اللي هو بيصل ما بتدعم الرغيفه دي اصلا. طيب الرغيفه دي ليه يكون في اشكال الان في سياسه؟ ما الرغيفه دي مدعومه بيها وزينا ده مدعوم. طيب اذا اصلا هي مدعومه ليه وزينه ده طبيعي ده الوزن الطبيعي يعني لا ما هو وده التكلفه يعني هسه بيقول لك كانت 3 بجنيه الان بقت 2 بجنيه ما هو زارب في مشكله في الوزن ما هو وكان بكام بتين قبل شهر مثلا قبل شهر ده تحرك من 124 ل 142 ما لانك قلت الدقيق مدعوم عشان كده انا سالتك ما بين 142 ده مدعوم لو ده تجيب دقيق بسعر الدولار ب 12 جنيه ده تبقى لك ب 250 جنيه شوال الدقيق. طيب مش احسن نجيبه بسعره ده ويكون بعد ذاك يكون فكينا الاحتكار وحرج سليم وصح تحرر الازعار
لكن على الموضوع ده بحرر الاسعار بس ما في القوت يعني في حاجات ثانيه غير كل شيء حتى اي اقتصاد تبقى سليم وتبقى ما تمشي صحيح تحرر الاسعار كل السلع لا في شيء في سرعه استهلاك يعني استراتيجيه ما خرجها السياسه استراتيجيه ما حررها هي والغاز لان استراتيجيات ما حررها يعني الدوله الان دعمها بصوره كبيره جدا شايف في كلام عن انه المستورد 40% دقيقه المستورد هل المعلومه دي صحيحه؟ دقيقه المستورد بيصل الى 40% او اكثر نسبه؟ نعم كنا 80% التوزيع الان اكثر من 40% طيب ده برضه حياثر على المطاحن الداخليه وال اصلا المطاحن نعم هي المطاحن ما قادره الحكايه تنتج يعني لو كفرت المطاحن انتجت المطاحن بدون سوري غير بجنان طيب بنمشي لحكايه الجوده والاضافات الناس كانوا بيتكلموا على انه في حاجات بتضاف الى الدقيق بتسبب امراض ما في الان الناس بيقولوا انه المخبز الفلاني عيش وسمح والمخبز ده لانه فيه اضافات وده ما فيه اضافات ففي كلام في حتى اخواننا ناس حمايه المسالم الان وصلنا انه ما في اضافات ضاره بالناس نقدر نقول كده ايوه تماما ما في تماما ما في اي اضافات لا في الدقيق ولا في الرغيف المحسنات اللي بيضافوا ما في محسنات المحسنات هو في محسنات لكن المحسنات لكن ما في محسنات سكان محسن معين المحسنات دي ما بتجيك بالمنظمه وزاره الصحه بتديك المحسن المتضاف في الدقيقه ده المحسن الشغال ده محسن مسموح به ما فيه اي مشاكل ما في اي مشاكل طيب ليه بتتفاوت الحكايه دي من مخبز لمخبز يعني؟ ما طبيعه المخبز مخبز زوار ومخبز بلدي ومخبز اهلي زي الاخونا اللي قال زول بيعمل تريج وزول بيعمل مويه بيعمل زول بيعمل في الرغيف بيعمل سكر زول بيعمل كل زول عنده خلطه بيعملها لكن كل الكلام ده بسمع به يعني لانه هسه قال لك الرغيف لما تبيت لحد الصباح بتبقى عباره عن عجين يعني اخونا ابو فياض مثلا كان اشارته كده فما اكيد انه في اشكال في الحي اللي بيضيفوها حسب الجو حسب المخبز تركيبه المخبز زول ما بيخلط كويس زول بيعمل خليطه وفي زول عنده خلاط زول ما عنده خلاط ده كله عنده تاثير يعني شو الفني برضه بيكون له تاثير طيب الاضافات دي اضافات كثير جدا انه حد بتسبب مشاكل للناس لكن قالوا هي الان انت افادتك انه ما فيها مشاكل صحيه ما فيها مشاكل صحيه طيب وهالاضافات كل سنه كل سنتين منظمه الاغذيه العالميه بتضيف محسنات وبتحسن محسنات الان المسموح به يمكن بعد سنتين يقولوا الغوا ما هي زي البرومويد بوتاسيوم وكذا كان مسموح في السودان من سنه 56 لحد 2012 بعد ذاك يا حذفته منظمة الله حتى في بلاد بتستعمله يعني لكن بجرعات معينة هناك معينة الصحة العالمية هي اللي عندها نشرة سنوية بتقول لك المحسنات اللي بتضيفها المحسنات اللي بتحذفها طيب نرجع لحكاية الجبال قلنا له انت كلامك اصلا عن ولاية الخرطوم لكن عايزين نشوف الحصص بصورة عامة بتوزع كيف في السودان حصص المخابز من الدقيق والله اصلا هي زمان اصلا من الحصص كان في سيستم عاملينه مع المطاحن يعني كل مطحن عنده مجموعه من المخابز على مستوى الولايه وبعد ذاك كل مطحن عنده ولايه بقديها المخابز اللي عنده في ولايته ده اصلا كان حاجه نظام ثابت وماشي ويدول عارف حصه طويل فيا المطاحن توقفت فالنظام ده قام حصلت فيه ربكه جد دقيقة المستورد بقى للمعالجات ويد اشتغلت يعالجوا لي سيجا سيجا اشتغلت يعالجوا لي سين بقى دقيقة للمعالجات عشان كيف تشوف زحمة كبيرة لكن الناس اللي قاعدين في الزحمة دي بياخذوا حصص ثانية من مطاحن ثانية يعني كلهم متقسمين على المطاحن الكبيرة دي دقيقة المستورد ودي الفلسفة بتاعت دقيقة المستورد دقيقة المستورد يبقى للمعالجات لإكمال النقص في المطاحن طيب هي اصلا الحصص دي الحصص ولايه الخرطوم احنا كنا لحد فتره قريبه لحد 2012 كانت كل الولايات تسلك تقريبا كم 40,000 لكن الان حسب الاحصائيه اللي عندنا اللي موجوده الان ولايه الخرطوم محتاجه ل 56,000 شوال يوميا الان اللي بيتم توزيعه من كل الجهات لا يتعدى ال 41,000 فاذا انا عندي نقص اكثر من 10 صار 1000 شوال نقص انا بفتكر لحد الان عندي كم 20% نقص في الدقيق عموما على مستوى الولايه هذا النسبه دي حتاثر علي في المخابز المخبز اللي كان بياخد 10 هياخد 7 اللي كان بياخد 7 بياخد 5 فدي دي الان الحكايه لكن احنا بنتوقع منتصف مارس بعد دخل المطاحن الجديده القمح الجايه وبعد الدقيق المستوردات حيزيد كميته يعني منتصف مارس ان شاء الله الموضوع حيكون طبيعي كل زول حياخد حصته باذن الله طيب
يعني بيقول له هو اتحاد المخابز ولايه الخرطوم، لكن الموقف كيف الان في الولايات المتحده؟ عندنا كل يعني كل متابعين كل الولايات كل الاتحادات عندنا اتصال بهم. كل الموقف الان صحيح ولايه الخرطوم افضل ما من 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 بقيه الولايات الثانيه. نعم، لانه في ولايات يمكن تكون فيها بديل، لكن ولايه الخرطوم ما بتلقى فيها بديل، بديله صعب يعني. بس الشماليه دي يمكن بديل، الناس كلها بتقول راسه كده يعني، يعني في حطب وفي حطب وكده وكده في البيوت جنوب دارفور كده، المناطق دي برضه تلقى البديل في النار وتلقى البديل. لكن الخرطوم ما عندها بديل، اللي خلق الاشكاليه بقي 10% بتلقى في ولايه الخرطوم ظاهر بصوره كبيره. ترى يا اخي ثقافه الشعب السوداني غيرناها بصوره كبيره جدا، بقينا الثلاث وجبات ناكل الرغيف، ودي حاجه صعبه جدا يعني للناس يعني. يعني حاجة كويسة انه الناس ياكلوا الرغيف ما كويس، وما يكون في قطع للحطب وما يكون في، لا ما كويس كده. انا دار الناس تاكل فتريتا، تاكل رز، تاكل حاجات ثانية، تاكل خضار، ما تبقى كل اكلة لحاجة واحدة يعني. في زي ذاتها ما بالنسبة ما خارجين، ما هو رخيص سهل، ما هو رخيص سهل، ما كان الطلب عليه كثير خلاص. لكن ما ممكن نقول له عيش، لا انا داري مثلا سياساتنا مثلا يعني بس السياسات نركز على نجيب مصانع للكسره، نركز الكسره شويه، ترخص الذره ترخص، سياساتنا نركز الرز، ندعم الرز يعني الناس ياكلوا رز ماله يعني حكايه ما الناس عشان ياكلوا الرز لازم يكون في تعليم وفي تثقيف والحكايه دي. خلاص بتعملها ما انت دوله، دايره لها مدى انت ما دوله، انت ما دوله. لكن الان يعني انا الذره دي اصل انا عندي امتياز فيها، انا عندي بلدي بتنتج ذره حقنا انه ذاته انتاجه متذبذب مع الامطار يعني. ما برضه الناس يمكن عملوا يركزوا يعني، والناس عشان ياكلوا ذره بقت الحكايه مرتبطه ب، لا ما انت بتركز انت يعني. عندك مخزون استراتيجي، حياه لك مخزون استراتيجي، تزرع بيتين وتوفر بيتين لو فشح في الامطار تكون عندك. هذه سياسات برضه الناس قلت عملها يعني. احنا نستمع لدكتور خالد التجاني، وهذا الذي يحدث الان هو عرض لمرض. مرحبا يا دكتور، تفضل. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، نحييك عبر برنامج معايش، ونتحدث عن الرغيف، رغيف العيش. نعم. والله يا اخي طبعا يعني ما نشهد الان من ازمه في موضوع الرغيف، طبعا دي هي يعني واحده من عده ازمات اخرى يعني، وهي ازمه نفسها ظلت يعني كل مره تاخذ شكل من الاشكال، وهي حقيقه في تقديري كلها يعني وجود هذه الازمات بعد ربع قرن من ربع شعار يتحدث عن يعني ناكل مما نزرع وينتهي بالامر من السودان، من دوله يعني هي كانت مرشحه لان تكون سله للغذاء لغيرها، فاذا هي نفسها الان الازمات المستمره. وفي تقدير هذه حقيقه كلها تشير الى الازمه اعمق بكثير جدا من مساله يعني الـ الاعراض التي نراها الان يعني من هذه الازمات، وبالتالي هناك واضح جدا فشل واضح جدا في اداره الاقتصاد الكلي في البلد. وبالتالي الاستمرار الحديث عن هذه المظاهر مظاهر الازمه لن يعني نجعلنا نخرج من هذه المازق. المطلوب حقيقه ان يكون هناك رؤيه اعمق، لماذا نحن يعني وصلنا الى هنا؟ كان السودان بعد 25 سنة على الأقل من ربع شعارات يعني تتحدث عن الاكتفاء الذاتي، أنه الآن السودان يعني أصبح يعني مستورد غذائه بالكامل، أصبح ينتظر وصول باخرة أو باخرتين، والتوزيع وما التوزيع، واضطراب أيضا في السياسات. تتحدث الدولة عن سياسة التحرير الاقتصادي، ثم تكون الدولة نفسها هي المتدخلة في الاستيراد وفي التوزيع وفي غيره وفي غيره. أعتقد أن هناك يعني حالة كبيرة جدا من الاضطراب في إدارة الوضع الاقتصادي، وحقيقة كل هذا يعود الى ان الان نحن يعني ندير يعني اقتصاد ندره، وبالتالي اقتصاد الندره هذا هو يؤدي الى هذه الازمات ومحاوله معالجتها بصوره جزئيه، وهذا سيجعل الازمات تكون مستمره يعني. المشكله الاخرى ايضا اعتقد ان هناك خلل واضح جدا في الاولويات، طبعا الدوله تتحدث كانت هناك كثيرا الخطه العشريه، ثم الخطه الربع قرنيه، الخمسيه الاولى، البرنامج العام الثلاثي، الان بدا البرنامج الخماسي، يعني كميه من الخطط لا اول لها ولا اخر. السؤال لماذا لا تنتج هذه يعني الخطط يعني النهضه حقيقيه؟ كانت هناك البرنامج النفر الزراعيه ثم النهضه الزراعيه، يعني كل هذه الاشياء ونحن ناتي لنعاني من هذه. انا في تقديري يعني ما يصور من ان هناك مشكله متعلقه بانه عدم امكانيات، اعتقد هذا جدا، ولكن هناك واضح جدا خلل في الاولويات، اولويات الدوله الان تتجه
يعني لا الى دعم الانتاج ولكن الى دعم الاستهلاك. نحن نشهد يعني الترهل السياسي ونشهد كذلك ان يعني مثلا من الحقيقه الغريبه جدا الان يعني المعادله بين انه الحكومه ترفض الان توفير تمويل كافي مثلا لزراعه القمح بحيث ان يتم التوسع في زراعه القمح بخشيه من ان يحدث يعني التضخم نتيجه لضخ سيوله في الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت يعني الدوله تجد نفسها مضطرات لاستيراد قمح من الخارج. لك ان تتخيل يعني انه في خلال العشر سنوات الماضيه تقريبا انفق اكثر من 10 مليار دولار في استمرار في يعني استيراد قمح ودقيق، لم يكن هناك امكانيه يعني توطين حقيقي في التوسع في الزراعه بحيث ان يكون هناك اكتفاء، هذا غير موجود. نعم. كذلك مثلا اذا اخذنا سلعه مثل سلعه السكر، يعني الان السودان في ثلاث سنوات الماضيه فقط استورد السكر من الخارج باكثر من 3 مليار دولار، في حين ان المصانع المحليه السودانيه الان تتكدس فيها الانتاج مش ما قادره يعني التوزع. فشيء غريب جدا انه المنتج داخليا، يعني بالتاكيد يعني هذا كله يشير الى ان حقيقه نعاني من خلل كبير جدا. الحديث عن توصيف الازمه او محاوله مطارده هذه الازمات وحلها هذا لن يعالج المساله. نعم. في تقديري ان هذا اشاره واضحه جدا الى هناك خلل عميق، هذا الخلل العميق دكتور يحتاج الى اراده سياسيه والى رؤيه. نعم. والى استراتيجيه. دكتور خالد الموضوع طويل واحنا نطمع انه نستعرض يعني المعالجات والحلول من داخل الاستوديو، لكن اشرت الى فشل في اداره الاقتصاد والان نحن ندير اقتصاد ندره. المخرج البدايه من وين يا دكتور؟ أنا في تقديري طبعا البدلة دي يعني البدلة الأساسية فوقها يجب أن ما رؤية حقيقة، لا توجد رؤية، هناك في شعارات مرفوعة ولكن في غياب رؤية وغياب خطط حقيقية، والأهم من ده وجود إرادة سياسية، بمعنى أن يتم هناك يكون فعلا دعم حقيقي للإنتاج. يا إخوانا إحنا الآن يعني لا يمكن أن تدعم المنتجين في الخارج باستيراد مواد من الخارج وأنت منتجك المحلي يعني متعسر، أنت ما قادر تدعم الزراعة السودانية. الآن السودان ربع فاتورة يعني الغذاء تأتي من الخارج يعني بالواردات، يعني لا يتم اعتراف من قبل الحكومة بأن الأزمة أعمق بكثير جدا مما تتخيل، أو تحاول أن تصور الأمور بأنها تصير الأمور ليست على ما يرام على الإطلاق. إذا استمر الحال على هذا نحن مثلا يعني عندنا أخوان توفر للسودان موارد ضخمة جدا من البترول، ماذا فعل؟ لا أحد يعرف أين ذهبت، وفصل الجنوب من هنا والسودان وقع في ازمات متطاوله حتى اليوم يعني. ففي تقدير المساله من الصعب الحديث عن روشته سريعه، ولكن يجب ان يكون هناك يعني تغيير حقيقي في القضيه. نعم. على نحو فعال، ويكون هناك تحديد حقيقي للاولويات يعني. نعم. يعني غريب جدا تجد الحكومه تتوسع في المباني وتتوسع في التوظيف. نعم. وتتوسع والمنتج يعني. ولو اضفنا الى ذلك يعني بعض ما ياتي الحديث عن مقررات ومخرجات الحوار والعدد اللي هيجي زياده حتكون الحكايه يعني اظلم واشمل. دكتور خالد نطمع انك تكون معنا في حلقات معايش من جوه الاستوديو حتى نستعرض بعض المشاكل والحلول للاقتصاد السوداني. مرحبا. شكرا لك. دكتور خالد قال احنا الان ندير اقتصاد ندره، واحنا عايزين يجينا في حلقاتنا القادمه ننظر هل من حل لمشاكل الاقتصاد السوداني، وقال لابد من اراده سياسيه عشان الناس يخرجوا من الحاصل ده. والان هو تكلم اليوم في صحيفه ايلاف عن انه صح. هذه بعض الاعراض لكن المرض الرئيسي في الاقتصاد السوداني يعني صح. فانا كنت داير بعض البشارات انه نقول للناس مشكله الرغيف دي يمكن قريب تنحلها، ما جاء ببشاره يعني. لو عندك تعليق على كلام الدكتور خالد. نعم. والله يا جماعه الدكتور طبعا هو ده المتخصص ما شاء الله يعني. نعم. حقيقه حلل القضيه عن الاقتصاد السوداني، لكن انا برضه بقول له الان احنا بندور ما باداره اقتصاد ندره. احنا الان البلد مضغوطه بسياسه خارجيه كبيره جدا، ودي واحده من اشكاليات يعني. يعني الان حتى لو جت الثوره الدقيق ولا قمح ولا اي حاجه، الان في اشكاليه كبيره جدا في تحويل العمله من دوله لدوله. من بنك قدرت تحول لاي دوله اليات فيها. افتكر ان احنا الان بندير في اداره العالم كله الان شايف الدول اللي حوالينا، شايف التقلبات اللي حوالينا، شايف الدول العربيه يعني الان العالم كله في اشكاليات كبيره، في حروب ومشاكل. عشان كده ما كنت ما بتقدر تدير في ناس ما عندهم حروب ولا مشاكل وشغالين برضه يعني. برضه عندهم مهما كان
يعني شوف الدول اللي حواليك الان، يعني مو شغاله في سد النهضه يعني بقى واحد يكفي المنه اصل في عزو زي كلهم قاعدين هنا عندنا الناس شغالين الدغيف هذا كله قاعد ياكل منه غير يعني الان الاجانب الموجودين في ولايه الخرطوم يعني بأعداد كبيره جدا يعني ولايه الخرطوم فيها مليون اجنبي قاعد بياكلوا الرغيف ده بنفس السعر. ما دي سياساتنا اللي مشكلتنا فيها، لان حتى رغيفنا ده بياكل السوداني بياكل الاجنبي بياكل كده، ما في زي بيقولوا له العالم ده كلها ما في كده اثيوبيا دي الزول الاجنبي عنده سعر برا والزول الاثيوبي عنده سعر برا، نحن السوداني بنعالجهم كلنا. ما في زول فرض على اللي سويناه برانا يعني ما جاتنا نتيجه حريب ولا جات نتيجه ضغوط يعني. يا ترى حكايه العالم كله نحن الان بنتعامل كاننا الاجانب دول بنعاملهم كانهم سودانيين. حتى الجنوب الجنوب اخواننا في الجنوب الان فكنا الحدود بدون اي حاجه، هذول الان يدخلوا بيتسلقوا عندنا بياكلوا دواني وياكلوا رغيف ندايه ويشيلوا دواني ويتعالجوا في مستشفيات، ده كله ما له اثار يعني كله له تبعيات مهما كان يعني. انا عموما والله بشايف انه في برغم من ذلك كله إن الحمد لله انه البلد انا شايف انه القضيه دي حتتحل قريب جدا، شايف السيارات اللي اتعملت دي في اليومين الجاي يعني كلام وزير الماليه خلال اليومين اللي فاتت يعني الحمد لله اكد انه انتاجنا من القمح حيغطي 50% من استهلاك المحلي، دي مشاره كبيره جدا كون ان احنا نصل الانتاج الجديد في منتصف مارس ده حيغطي 50% من انتاج. انا افتكر فاتورتنا اللي دفعناها السنه الجايه اللي فاتت دي ان شاء الله السنه دي ما بقول لك ما حندفع، لكن على الاقل بنكون 50% منا ما حندفع يعني، افتكر دي واحده من البشريات الناس كده. والناس والله كثير حد كثير جدا اتكلمنا انه حتى السياسات اللي بتتم انا ما ممكن اوكل كل الدول اللي حوالينا، انخفاض اسعار الدقيق عندنا وانخفاض اسعار الرغيف عندنا خلى الدول اللي حوالينا كلها تاكل مننا نحن. يعني هسه زي اللي حصل في الغازه لما الكويت ارتفع الغاز سعره الان يتوفر ليه؟ لانه هسه شوال الدقيق ده عندنا لما يجي جنوب السودان ده ب 500 جنيه مليون جنيه، والله مليون جنيه بس بيغادي للرنك شوال الدقيق ده، امشي اثيوبيا دي شوال الدقيق ده عندك ب 300 جنيه، اريتريا حتى ليبيا، فدي ذاته بخلي انه نحن عندنا كميات من دقيقنا ده بلدنا مفتوحه. ومهما كنت عشان تحارب التهريب ده صعب جدا والله، داير جيوش عشان تكفل الحدود، عشان كده ما في طريقه نحن في الحكايه الا نمشي ننتج انتاج محلي. والله يا استاذ عادل لو قبضوا مهرب واحد وجابوه زي ما بيقولوا الشباب وكانت العقوبات رادعه ما في زول ثاني بيمشي يهرب اصلا، ما في حوجه برا اصل الان التيار بقت عالميه. ومن امن العقوبه اساء الادب يعني، ما خلاص كده انا معاك في الحكايه دي، لكن برضو التهريب الان انا معاك في الخبر يشيل قوه الناس يعني اصلا يعني والله بيقبضوا بحاجه اي بس لانه العقوبه ما رادعه بس ما يعني لو رادعه هو بيشتغل وقبضوا يا اخي صادروا من الناس يعني حاجات كبيره جدا عملت يعني عملوا جنيه لك تلون اصلا زول شان قوت الناس لو لو عدموه خلاص يعني ما هو زول ثاني بشيء بيمشي ما هو كلام من روحه يعني، لكن تكون في عقوبات رادعه بالتاكيد التهريب اذا من عدم هيقل شديد يعني. طيب غير موضوع الجوده والاوزان، مرات الناس بيشتغلوا في الافران بالاهواء يعني سيد الفرن محل مدار يشتغل محل يعني بينكم انتم كاتحاد وبين اصحاب المخابز انه العمل يكون بهات صوره كيف يا هو محمد دي حصه يوم يشتغل عندنا تقرير كامل بيجيك يعني الافران يعني كلها الحصه دي يشتغلها بالليل ولا بالصباح يشتغل المهم يشتغلها هاي يخلص التنافس هاي يخلص دقيقه بالتنافس هو ذاته غير قال لي طريقه يشتغل 24 ساعه لانه داير يقعد في السوق وداير يسوي زباين ودار كيف. طيب الدقيقه اللي بيوصلوا ده انتم بتضمنوا كيف انه يشتغلوا؟ كيف اللجان الشعبيه بتراغب والناس بتراغب في الاتلام الاقتصادي شغالين في احصائيات الفورم الفلاني يبقى واقف طوال في نفس اليوم طوال في نفس الغرض تطلبه يقول لك يا اخي الفورم الفلاني وواقف من امبارح ثاني ما سلم حصته. طيب عندكم اي تعامل مع الجمهور يعني عندكم خط طوال عندنا خط مع جمهورنا كثير جدا مع اللجان الشعبيه مع عندنا وحدات تنظيميه على مستوى الولايه عندنا سبعه شعب اساسي موجوده في بلاغات بتتم طبعا وبرضه الوكلاء في تعاون كبير جدا من وكلاء الدقيق اي وكيل في ويتا ولا سيجا ولا سين بيوصل الدقيق لحد بيوصل المخبز ويطمئن ان الدقيق يوصل المخبز والمخبز شغال يعني. طيب مرات الاشخاص وقاعد نشوفه زي ما بقول على مستوى المشاهده اي بالذات في ايام الندره مثلا في مشكله في الدقيق في اعياد في مناسبات تلقى واحدين زي ما بقول ما هو المصدر لكن بتجبر العماله اشكاليه في الاعياد بيجينا العماله ودي احد من اشكالياتنا نحن الان العامل بيجي بصوره كبيره جدا
والان ما عندنا تدريب للعماله، ودي واحده من القضايا اللي نحن دايرين الدوله تجيب فيها معاه. يعني المفروض تكون في مراكز لتدريب العماله. نحن انا بقول لك ولايه الخرطوم دي بس عندنا اكثر من 40,000 عامل ما مدرب. الحكايه ان الناس يعينونا فيه ويسوون مراكز. خططكم شنو انتم كاتحاد مخالف؟ عندنا وعملنا دار وعملنا وطالبنا الولايه انه يدونا تدريب ونعمل حكايه ندرب الناس دي، لانه حقيقه الان العماله مشكلتنا كبيره جدا فيها. والعامل هو اللي بيتحكم فينا. مرات الساعه 12 بالليل يقول لك ما قادر اشتغل، احنا ماشيين شنو بيوتو. تحاسبه تخليه بس هو حاسبه يجي في زادات ما بيرجع حسابه يفوت منك ساعه. والعيد نحن بندبل الاعياد والجمعه ديل بندفع الاجره دبل. طلب زباين وحافظ على المحل وحافظ على كده. فنحن عندنا قضايا والله كثيره جدا عملنا اشكاليه. ما القضيه قضيه دقيق بس. قضيه عماله بصوره كبيره جدا فيها فاق التربو وفيها كده وما يشتغل لك وما يشتغل لك على كيفه. طيب الاتحاد المخابز الان بيشمل المخابز الاليه والتقليديه. كلهم مع بعض الاليه والتقليديه كلهم. طيب مرات صراحة المخابز التقليدية إنتاجه بيكون فيه ملاحظات كثيرة خلاص، يعني داخل ولاية الخرطوم ما في الأطراف، تلقى الرغيف البلدي ده شكله شين ويعني مرات والله بقول لك حاجة شافوه بتيجي برات في الصحف وإحنا بنلقاه في الأحياء وكذا، ففي اتجاه لأنه المخبز التقليدي ده والعادي يرتفع شوية من المستوى. والله أنا أقول لك حاجة، إحنا من 96 97 من المطاحن الكبيرة وسيجا وسين ويتا تقدم دعم كبير جدا للمخابز كلها آلية وتقليدية. كلها آلية وتقليدية. وكل المخابز التقليدية أنا ما بقول لك 99% خرجوها لآلية. المخبز البلدي ده عملوا فيه دافوري وعملوا فيه خلاط وعملوا دافوري بال 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 بالغاز. كل المخابز الآن في ولاية الخرطوم تحولت للغاز. يعني الدقيق الحطب نحن ما بقول لك انعدم الا في حوض الا يكون في غاز مامو يقوم يحل الاجهزه دي كلها يطلعها يدخل له حطب. لكن الان المطاحن لها دور كبير جدا وقدموا لنا دعم كبير جدا، خلاطات بسرعتين وما بتحتاج لانه العامل ده يعمل اي اضافات فيها. وحتى المخابز البلديه دي كلها تحولت لاليه بطريقه ثانيه. وكده وكده. عشان كده هسه ولايه الخرطوم دي انا ما بقول لك شبه انعدم فيها المخابز التقليديه القديمه اللي بتكلم عنها انت دي. والناس بتتكلم الان والله انا بتاكد لك انه الان الوضع الصحي للمخابز افضل كثير جدا من الفتره الفاضيه. والان لانه التنافس بيها كبير جدا. الان في مخابز والله ما بقول لك يعني الان يعني طورت لدرجه كبيره جدا. وخشت فيها اليات وخشت فيها حاجات حديثه جدا. ما كانت الحكايه دي موجوده في الفتره الفاضيه. طيب مقترحكم شنو لحكايه الوزن والسعر؟ انت كيف بتقول كلها ما تكلفه دي بعدين ما تكلفه يعني المقترح يكون شنو كده؟ ما هسه الوضع الطبيعي ما في مشكله هذه. ما انت قلت العيش الدقيق زاد بقى 135 ما هسه ان شاء الله عندنا لجان شغاله بندرس الحكايه دي حنرفع الحكايه دي ما زادت لها يومين كده يعني يعني ان شاء الله مع الجهات المختصه الاتجاه فيها. طيب انا قبل ما اختم الحلقه دي داير توجيه الان يعني او تاكيد منك الان يفترض السعر يكون ما تغير لسه لحد الان بالوزن والتكلفه القديمه لحد ما تجي حاجه لحد ما تجي حاجه. طيب لو في اي زول تجاوز الحكايه دي والله انا والله عبرك احيي يا اخواننا يعني يعني برغم انه الحكايه دي حصلت الاسعار الدقيق حصل 150 148 لكن كلهم على مبادئهم يعني ورغم انه نحن حاسين بانه كثير جدا خرجوا من من السوق وخسرانين لانه نحن التزمنا مع الحكومه. نتمنى من الحكومه في الايام الجايه تقعد معنا على الاقل نصل لاتفاق انه الناس ما لانه لو اشتغل بالخساره كثير حيطلع من السوق يعني حيجيف لك يعني انا ما ادري اللي طيب احنا بالتاكيد ما ادري نزول يتضرر يعني لكن كان. لكن لكن لابد من وزن معين وسعر معين وجوده معينه الناس متفقين عليها. والله الناس ما جايبه والله انا والله انا قاعد ادير الناس دي يعني اقول الله يعبرك جزاه الله خير يعني بيشتغلوا في الاعياد بيشتغلوا في الاعياد بيشتغلوا في اي وقت وقايمين بدور يعني في المجتمع دور كبير جدا والان ما محويين هسه ما بتحس بانه يعني عندهم اشكاليات بيعملوها للناس يعني والان الحي اللي بيلتزموه بتغير منكم. نحن الدقيقة لما قلنا ثلاث عيشات بجنيه قبل ثلاث سنين نعم لحد الان الناس محافظه عليها يعني افتكر ده والله برضه نشكرهم عليه وعلى هذا المبدا
ونحن ان شاء الله مع الجهات المختصه نصل معه ل طيب هو في سؤال سؤال حنحول ان شاء الله لناس المواصفات اذا قدرنا يعني نقنعه يجونا. كان في كلام برضو عن انه الدقيق المستورد بالذات اللي بيجي من تركيا ما مطابق للمواصفات او الناس زي ما بيقولوا ما عرفوا ليه يعني الناس اتعودوا على زي ما انت قلت مستوى معين من الدقيق المستورد الان سواء كان تركي ولا غيره. والله انا ما بقول لك حاجه، انا اقول لك الان الوضع الان نعم. اللي الدقيق المستورد وضعه احسن من المحلي المستورد، هي ما قضيه قمح. نعم القمح ده المطاعم عندك الدقيق اصلا احسن دقيق على مستوى افريقيا كله لانه قمحته جاي من كندا واستراليا. الان القمح كله جاي من روسيا. نعم كان بقى محلي اللي جاينا حيبقى كله اكيد. لكن الشكوى في ما في مخابز معينه اشتكت من نوع الدقيق المستورد. والله في يعني ما بقول لك الشكوى بتتمثل في شنو طيب؟ الشكوى بتتمثل انه الدقيقه الفاتة كانت قطعيته افضل وبيتحمل اكثر وعنده لمعه افضل من ده. طيب المعالجه الان هم عملوا المعالجات الان بيعملوا المحسنات دي وكذا والواحد بيعملوا التلج وبيعملوا كل ذا عنده فنيات بيجتهد يعني بيجتهد. طيب احنا يعني لكن انا اكد انه كل الدقيقه انه صحي لو انت بقى حاجه صحيه ثاني لونه يا جماعه ما صحيح على إفادة ناس المواصفات على مواصفات ناس دقيقة ذاك عنده مواصفات يعني ما في دقيقة محلي ولا كان مستورد لو ما المواصفات الدوكا لوكي ما بتقدرها. طيب أنا في بعض الناس يعني رسائلهم حستفيد منها في الحلقات الجاية في بعض المواضيع ما بتخصنا إحنا في هذه الحلقة لأنه بنتكلم عن الدقيق عن المخابز عن العيش عن الرغيف. في بعض الاقتراحات والأسئلة حنخليها إن شاء الله نستفيد منها في الحلقات الجاية. الأستاذ عادل مرغني الأمين العام لاتحاد المخابز لو عندك أي رسالة تختم بها هذه الحلقة. والله يا أخي أنا شاكر ومقدر على هذه الإضاءة يعني وأنا أشكر رؤيتي المنتشر على مستوى ولاية الخرطوم وقول لهم ان شاء الله ما بقول الازمه لكن المشكله في الدقيق ان شاء الله نحن متوقعين لحد منتصف مارس الحل كلها باذن الله ان شاء الله. بنشكر كل الذين كانوا معنا ابو فياض وحمدتو جزيل الدكتور خالد التجاني ونطمع انه يكون معنا داخل الاستوديو في حلقات قادمات من معايش. بنشكر اصحاب الرسائل اللي قرينا رسائلهم وحنستفيد بالتاكيد من رسائلهم في الموضوعات الاخرى في الحلقات القادمه. شكرا جزيلا للاستاذ الامين العام لاتحاد المخابز عادل مرغني وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألم تر أن الرزق غادي ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد.